مثل ما عودناكم مشاهدينا في برنامج سيدتي باستضافة كل إنجاز نفتخر فيه من شباب وبنات هذا الوطن. يسعدنا نرحب معكم بضيفتنا واللي تم اختيارها كقصة نجاح وسفيرة الطهاة في وزارة السياحة. الآن هي أول شيف سعودية بالخطوط السعودية للتموين. خلونا نرحب معكم مشاهدينا بدنيا مدير، أول شيف سعودية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أول شيف سعودية طبعا في التموين في صالة الفرسان. صحيح، صح المعلومة. فخورين فيك كثير. شكرا دنيا، وشكرا لك، شكرا على جايتك من جدة. شكرا على استضافتكم لي، هذا شرف وفخر كبير. يعني احنا طبعا نبغى نعرف تفاصيل اكثر، ايش معنى هذا المجال؟ ليش اخترتي اصلا تدرسينه؟ يعني احكي لنا القصه. هي بدات طبعا من عمر 14 سنه للامانه، كنت دائما احب ادخل المطبخ اشوف ايش في عندنا مكونات واسوي طبخه. حلو. فكنت لما اضبط طبخه وتعجب البيت كنت اسويها بشكل تقريبا يومي، لين ما اتجرأت واخذت خطوه بعدها صرت اسوي كل كم يوم اسوي طبق جديد. لما تخرجت من الثانويه العامه جات فرصه الابتعاث السياحي، فكان من ضمن هذه البرامج المفتوحه كان فنون الطهي. فمع الدعم الاهل حفزوني على الموضوع وطلعت على سويسرا، درست كولينري ارتس اكاديمي تتعلمي كل الاساسات الضروريه عشان تقدري تكوني as professional as possible في هذا المجال. فالحمد لله في وقت قياسي في تقريبا سنتين مع ظروف كورونا تخرجت الحمد لله بدرجة ممتازة ورجعت على الوطن الغالي عشان أقدر أدي مهمتي، يعني ما طلعنا على الفاضي. ما شاء الله عليك. فالحمد لله كده بدأت القصة، كانت بداية موفقة الحمد لله. بداية كانت شغف، واليوم ما شاء الله تحملي هذا اللقب إنه أول شيف في صالة الفرسان للتموين. هذه النقطة اللي بدي أسألك عنها، يعني إيش نقصد بهذا الموضوع؟ إيش تسوي؟ هل أنت بس فقط مشرفة على تحضير الوصفات ولا بتتواجد هناك شخصيا؟ لا، متواجدين تقريبا بشكل يومي. في كمان زميلاتي أخريات سعوديات وزملاء سعوديين كمان شف هاوين ودرسوا هذه المهنة كمان معايا. في صالة الفرسان الجديدة في مطار الملك عبد العزيز بجدة في لايف كوكينج في الصباح، فترة الصباح يكون في أومليت، وقريبا إن شاء الله في كريبس ووافلز حيكون لايف. في كمان عندنا الباستا ستيشن، عندنا بيتزا، عندنا برجرز، تكون دائما متواجدة تقريبا على مدة 24 ساعة لخدمة الركاب المسافرين على درجة الأعمال والدرجة الأولى. فإحنا متواجدين هناك عشان نمثل الناس الموهوبين زينا ونحفزهم إنه لا، في شباب سعوديين وشابات سعوديات يحبوا هذه المهنة وبيكونوا دائما في الواجهة، ونترك انطباع جميل إن شاء الله دائما. ما شاء الله. كمان تم اختيارك كسفيرة الطهاة من وزارة السياحة، كلمينا عن هالقصة. لأنه كنت من ضمن الابتعاث السياحي لبرنامج وزارة السياحة، ففور تخرجي تواصلوا معانا لجنة معينة، تواصلوا معايا، سمعوا المسلم الوظيفي اللي من يوم ما خرجت من الجامعة ورحت تدربت بشكل بروفيشنال تام كأني أي موظفة في أي مطعم، بس دربت في سويسرا لمدة تقريبا 9 شهور ونص، دربت في أرقى المطاعم في سويسرا. فتواصلوا معايا فقالوا لي حابين نسمع قصتك وإيش سويتي أول ما رجعت للسعودية. فقلت لهم القصة، كانوا فخورين وانبهروا بالقصة إنه كيف شابة سعودية في عمر وقتها كنت 21 والآن 22 سنة، كيف تدرجت من كومي لشيف دو باختي لسو شيف في الخطوط السعودية للتموين في صالة الفرسان. فبالنسبة للبروفيشنال في بشكل عام هذا المسمى الوظيفي يتاخذ في سنين. الشيفز اشتغلوا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، فبالنسبة لي كان فخر، وكان فخر لهم إنه في طالبة من عندهم طلعت وحصلت على هذا اللقب في هذا العمر، كان شيء مبهر. فحبوا أنه أكون زي سفيرة وشخص أني يعني أتكلم مع الشباب السعودي وأكون يعني بإذن الله قدوة لهم أنه لا، تقدر تسوي في أي عمر، مو شرط أكون في عمر 25. طب خلنا بستوقفك دنيا إذا تسمحي لي، لأنه مو كل يمكن المشاهدين يعرفون التدرج الوظيفي للشيفز في سو شيف اكزيكتيف شيف. في اكزيكتيف، ايوه اكزيكتيف هيد شيف، في سو شيف، بعدين في شيف دو باختي.
عادة شاف دو باختي يتقسم للأقسام، يعني هذا اللحم، هذا الدجاج، هذا سمك، هذا يعني هي زي الرتب العسكرية. أيوه بالضبط. يعني زي الرتب العسكرية، يعني تبدين يعني مبتدئة وبعدين تصيرين مساعد شيف، مساعد إلى إلى إلى. فأنت وصلتي الحين أية، يعني حاولي تشرحينها بطريقة يعني كلنا نفهمها. طيب دحين في المطبخ عندنا المسلم الوظيفي في الهيد شيف، بعدين في انا وزميلتي ملك حكيم سو شيفس، اللي هو نيابه اول ما يكون الهيد شيف مو موجود، اللي اتخذ القرارات المهمه في المطبخ يكون هذول الاثنين. اوكي. يعني احنا سكند ان هاند في اتخاذ القرارات المهمه. خلص الطبق الفلاني، يلا بسرعه فكري ايش حنسوي كذا. يعني لازم القرارات الحازمة في المطبخ بيدنا احنا. تستاهلي يا دنيا، حتى احنا نفتخر فيك طبعا يعني بهذا العمر الصغير وما شاء الله وصلتي لهذا المنصب. طب نبغى نتكلم عن التجربة، تجربة انك تسوي الاكل قدام الناس، ردود فعل الناس، بتحسي بخوف، تخافي تغلطي مثلا في الريسبيز، تخافي تحصل حاجة، ولا مسيطرة ما شاء الله على الوضع؟ لا الحمد لله، كل شيء بياخذ وقت. يعني كان في البداية طبعا في خوف لانه ما كنا نعرف وات تو اكسبكت، ايش ممكن يعني أشوف. مع الوقت الآن 7 شهور الحمد لله كان شيء جميل، بس إنه في تحدي كبير. إيش التحدي؟ التحدي إنه بالنسبة لي دائما أقول للفرقة والتيم حقي إنه صارت الفرسان يا جماعة هي آخر صورة أو آخر انطباع ممكن نتركه عند المسافر قبل ما يغادر السعودية. هي آخر مكان قبل ما يطلع الطيارة. فهذا يحط ضغط علينا إحنا كبير إنه لا، لازم دائما الابتسامة تكون موجودة، العزيمة، انه تتناقش، تفتح موضوع بسيط خفيف ظريف، تخلي الشخص يفتكرك، او انا افتكرك شيف دنيا، انا افتكرك شيف سجا، انا افتكرك شيف ملك. لا انا ان شاء الله لما ارجع اسافر تاني حارجع لك انت، وابغاك انت تطلبي لي، انت تعملي لي الاكل. وبالفعل يعني في ناس يسافروا بشكل اسبوعي، يجوا او تفتكري الاومليت اللي عملتي لي اياه، افتكر يا استاذ، حابه مره ثانيه لو سمحتي. فيصير في تبني علاقه طبعا. يعني اتس ا بيج نتورك يفيدنا احنا على مستوى شخصي وعلى المستوى المهني بشكل عام. وبعدين مسؤوليه يعني اكيد. وحلو ان احنا نشوف يعني بنات وشباب سعوديين صغار في صحيح. سنك وزملائك وزميلاتك اكيد نوجه لهم تحيه، يعني يكون عندهم هذا التفكير اللي كبير، يعني تفكير مو بس انه انا ابغى اشتغل شيء احبه، لا انا ابغى اشتغل شيء احبه واترك انطباع عند الاجنبي اللي مو من بلدنا انه هذه البلد شبابها وبناتها رائعين ومبدعين في نفس الوقت. فشكرا. الى الان يستغربوا انت سعوديه؟ نعم انا سعوديه وافتخر. كيف اقدر اخدمك؟ طبعا. فطبعا طبعاً. يقعدوا لا، بدل ما السفر الجاي يجي قبل رحلته بعشر دقائق يجي قبله بساعتين عادي، ينبسط بالاجواء، يستمتع بالاجواء. في نقطه لفتت نظري كمان يا دنيا وانت تتكلمي، هي ليس فقط انه موضوع شيف وطبيخ او انك تسوي وصفات، اللباقه والاناقه في الحديث اكيد، هذه هي الضيافه. فكلمينا عن هذه النقطه اللي هي نقطه تعتبر اساسيه جدا، اللي هي نقطه الضيافه وحسن الاستقبال. صح. ايضا الهوسبيتاليتي بشكل عام بالذات الان شيء يعني له يعني سبوت لايت الحين عندنا طبعاً في المملكه طبعا. ف يعني انا سفير، اعتبر سفيره بلدي حتى لو انا جوه بلدي. صح انا صح. لسه انا I represent myself my country، I represent العيال، I represent everyone، كل شخص بشكل، المراه السعوديه بالذات والمراه العربيه بشكل عام. الابتسامة هي سلاح الهوسبيتاليتي، ما دام ما انت مبتسمة هذا اهم شيء، تسيبي هموم الدنيا كلها برا الباب، اول ما تدخل الى مقر عملك انت شخص ثاني. صح. انت هنا، انت في خدمة الناس، انت موجودة هنا عشان تخدميهم، تسعديهم. هذه نقطة جدا مهمة، وهذا شيء يعني بالنسبة لي انجاز مش ولا بد، يعني شيء رائع يعني خلاص. صح اكيد. صح اكيد كلام. يعني وانت رائعه بشخصيتك وطموحك واهلك يعني ودعمهم لك اكيد، وزميلاتك وزملائك نتمنى لكم كل التوفيق. أيوة. كلمه تحبين تقولينها قبل ما نختم هذه الفقره معك دينا؟ في شيء دائما اقوله حتى لصديقاتي، ما داوم على شيء يعني الدوام في شيء يعني اخذوا منك الحكمه حقته، من سعى الى شيء وصل الى قمته. الإنسان لو عنده موهبة بسيطة، موهبة بس ما عنده الإيمان والقدرة في النفس والقدرة والإيمان أنا أقدر أسوي، ما
ما حيوصل لشيء. بس لو عندك ثقة في نفسك وإيمان في نفسك وفي قدراتك، بس عندك موهبة قليلة، حتوصلي ولو حتى 80%. بس لو عندك الموهبة والثقة والإيمان بالقدرات، حتوصلي will be unstoppable، ما حد حيقدر يوقفك. أول ما الحياة ترمي لك أي حاجة من الصعوبات، شكرا، الدين اللي بعده أنا جاهزة. الله عليك يا دنيا، يعني نصيحة رائعة من شابة ما شاء الله طموحة ووصلت في فترة قصيرة إلى مناصب عليا. كل توفيق لك يا دنيا، شرفتينا اليوم. شكرا لك، وإياكم شكرا لك، شكرا لاستضافتكم.